السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبلغنا قول المصنف: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. أما النياحة فحرام، وسيأتي فيها باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء فجاءت أحاديث بالنهي عنه، وإن الميت يعذب ببكاء أهله، وهي متأولة محمولة على من أوصى به. والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. والدليل على جواز البكاء بغير ندب ولا نياحة أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. رواه البخاري وروى بعضه مسلم. والأحاديث في الباب كثيرة، في الصحيح مشهورة، والله أعلم. أحسنت. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. ثم قال: أما النياحة فحرام. والنياحة هي البكاء مع رنة معروفة تعرفها النساء عند بكائهن على الميت، وأيضا من صور النياحة البكاء مع الصراخ والعويل ورفع الصوت، وكل ذلك محرم كما قال المؤلف رحمه الله، وقد انعقد الإجماع على ذلك، وممن حكاه المصنف نفسه في كتاب آخر. قال: وسيأتي فيها، أي في النياحة، باب في كتاب النهي إن شاء الله تعالى. وأما البكاء، أي المجرد عن النياحة، البكاء المعتاد، فجاءت أحاديث بالنهي عنه، وأن الميت يعذب ببكاء أهله،
وهي متأولة محمولة على من أوصى به. والنهي إنما هو عن البكاء الذي فيه ندب أو نياحة. يقول المؤلف رحمه الله: مجرد البكاء على الميت أن يبكي عليه أهله أو صديقه أو من يحبه، مجرد البكاء على الميت الخالي من النياحة والندب، والنياحة ذكرناها أنها رفع الصوت بالبكاء والصراخ والعويل، والندب تعداد محاسن الميت، كان كذا وكان كذا. فإذا جاء البكاء خالياً من النياحة ومن الندب، أي البكاء المعتاد، فقد ورد فيه أحاديث تدل على جوازه وأحاديث ظاهرها النهي عن ذلك. وقد ورد في عدة أحاديث صحيحة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فاختلف العلماء في الجمع بينها وبين الأحاديث الدالة على جواز بكاء الإنسان على ميته، فقال بعضهم إن الميت الذي يعذب ببكاء أهله عليه إنما هو الكافر، فيزيد الله في عذابه في قبره ببكاء أهله عليه. وقال بعضهم إن الميت الذي يعذب ببكاء أهله عليه هو الميت المسلم الذي أوصى بأن يبكى عليه، كما كان يفعل بعضهم خصوصا في الجاهلية، وكما كان يفعله بعض الشعراء، فيقول في قصيدته، يعني يذكر أنه يبكى عليه، يطلب من أهله أن يبكوا عليه. وقيل إنه الميت الذي غلب على ظنه أن أهله سوف يبكون عليه ولم يوصي بذلك. وقيل إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ليس المراد العذاب أن الملائكة تعذبه، وإنما المقصود بالعذاب هنا المعنى اللغوي، وهو تألم النفس، وهي كلمة يستعملها الناس إلى اليوم. أليس الأب يقول لولده: يا بني لا تعذبني، اسمع كلامي، أليس كذلك؟ فيأتي العذاب بمعنى تألم النفس، أي أن الميت يشعر بأهله بعد موته فيتألم لبكائهم عليه. وعلى كل، فالأحاديث كما قال المصنف رحمه الله الدالة على جواز مجرد البكاء الخالي من الندب والنياحة أحاديث كثيرة مشهورة وصحيحة، وقد ذكر بعضا منها، فقال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة. العيادة هي زيارة المريض خاصة، إذا زير المريض تسمى زيارته عيادة. وسعد بن عبادة هو الصحابي الجليل سيد الخزرج، توفي سنة 14 للهجرة أو 16 على خلاف بين العلماء. قال: عاد سعد بن عبادة ومعه، أي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في رفقته، عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من شدة الكرب الذي كان فيه سعد بن عبادة، كما فسرته الروايات الأخرى أنه وجده في غاشية، والغاشية هي الكرب والشدة العظيمة، فتألم له النبي صلى الله عليه وسلم فبكى لأجله. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، يعني اقتداء وتأسيا لشدة متابعة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا تسمعون؟
يعني لما رأى بكاءهم وخشي ألا يتنبهوا لما يقول حثهم على السماع بقوله ألا تسمعوا، يعني استمعوا لما أقول. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب الإنسان إذا بكى على مريضه أو ميته، لا يعذب على حزن القلب ولا دمع العين، وإنما التكليف يكون على ما ينطق به اللسان. ولهذا قال ولكن يعذب بهذا أو يرحم، يعذب باللسان إذا نطق هذا الباكي بشيء لا يرضي الله كالنياحة والندب والتسخط، أو يرحم إذا قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا يرحمه الله بهذه الكلمة. ففي الحديث دليل على أن الأفعال الجبلية لا تدخل تحت التكليف، ولهذا ذكر أن دمع العين وحزن القلب لا يعذب بهما الله سبحانه وتعالى لكونهما أفعالا جبلية، فهي في معنى الاضطرار، فلا يكلف الله بها ولا يرتب عليها ثوابا ولا عقابا، وإنما التكليف يكون في الأفعال الاختيارية، فإن نطق الإنسان بلسانه ليس فعلا جبليا وإنما هو فعل اختياري فيقع تحت التكليف. ثم قال وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته. هذا الحديث تقدم معنا في الدرس السابق، وذلك أن زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم تطلب حضوره، وذلك لأن ابن لها يسمى عليا كان ينازع، يعني كان ينازع خروج الروح يعني يموت. فحضر النبي صلى الله عليه وسلم فرفع إليه هذا الابن الصغير وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما خرجت روحه لما مات سبطه بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فاضت عيناه بالدمع. فقال له سعد، أي سعد بن عبادة، ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. السؤال من سعد بن عبادة رضي الله عنه حين قال ما هذا، يعني لماذا تبكي، ظنا منه أن البكاء ينافي الصبر وأن البكاء من قبيل الجزع على الميت، ظن هذا يعني توهم هذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البكاء هو بكاء رحمة ورقة يجعلها الله في قلوب العباد، فهي مما أباحه الله. ولهذا قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه. ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم الذي أمه ماري القبطية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مات إبراهيم في السنة العاشرة للهجرة وعمره 18 شهرا سنة ونصف. قال وهو يجود بنفسه، أي يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله ويجود به. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، أي تدمعان. فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ فهذا السؤال من عبد الرحمن كالسؤال من سعد بن عبادة في الحديث السابق،
يعني كأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: الناس يبكون لأنهم لا يصبرون، فكيف تفعل مثلهم وأنت تحثنا على الصبر؟ ظن عبد الرحمن رضي الله عنه أن مجرد البكاء أنه ينافي الصبر، وأنه من قلة الصبر ومن الجزع على الميت، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، يعني يجعلها الله في قلوب العباد، رأفة ورقة يجعلها الله في قلب كل إنسان. قال: ثم أتبعها بأخرى. يقول الراوي: ثم أتبعها بأخرى. هذا يحتمل شيئين، إما أن المقصود أتبعها بدمعة أخرى، وإما أن المقصود أتبع كلمته هذه بكلمة أخرى، ويقرب الثاني أنه أتى بفاء التفسير، لأن هذا كالمجمل ثم بيّنه بقوله فقال بحرف الفاء المفسرة، فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قال رحمه الله: باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. أحسنت. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الكف أي السكوت من قبل الغاسل الذي يتولى تغسيل الميت، باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. قال: وعن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو رافع اسمه أسلم، وكان مولا للعباس رضي الله عنه، ثم وهبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم لما بشره بإسلام عمه العباس، وقيل غير ذلك. وشهد أبو رافع شهد أحدا والخندق والمشاهد التي بعدها، وتوفي نحو سنة 35 هجرية، وقيل سنة 40، وقيل غير ذلك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وصححه. نعم، صححه الحاكم وصححه ابن الملقن وحسنه وصححه كثير من العلماء، واختلف العلماء في صحته وضعفه، والأظهر والله أعلم أنه حديث صحيح، وإنما الضعيف بعض رواياته، مثل رواية غفر الله له 40 كبيرة، فهذا بهذا اللفظ ضعيف بل شاذ. وأما باللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو حديث صحيح: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. فكتم عليه يعني أن هذا الغاسل للميت رأى في هذا الميت ما يستكره، يعني رأى أمرا قبيحا فكتمه وستره عليه، سواء كان هذا الأمر أمرا من قبل الخلقة، من أصل يعني خلقه الله في هذا الإنسان، أو كان شيئا أحدثه ذلك الميت في بدنه في حال حياته، كأن يجد مثلا وشما على بطنه، ما يصلح يأتي ويقول للناس: رأيت في بطنه كذا ورأيت كذا، لا، ما يجوز هذا، يستر عليه ويسكت، وينال بهذا السكوت جزاء عظيما، وهو أن الله يغفر له 40 مرة، ولا يعلم مقدار الذنب المغفور في كل مرة إلا الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث استحباب الستر على الميت بما يراه فيه
وعدم فضحه أمام الناس. وفي الحديث فائدة أخرى أصولية، وهي أن الترك فعل، ومن ثم يدخل تحت التكليف، وذلك أن السكوت، سكوت الغاسل، هذا ترك وليس فعلا، فيأخذ حكم الفعل ويدخل تحت التكليف، والدليل على التكليف فيه أن الله يثيبه هذا الثواب العظيم، وهو غفران الغفران 40 مرة. قال رحمه الله: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. وقد سبق فضل التشييع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. ومعناه: ولم يشدد في النهي كما يشدد في المحرمات. أحسنت. قال: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز، ثم قال: وقد سبق فضل التشييع. تشييع الجنازة هو السير معها، يعني اتباع الجنازة، أن يمشي مع الجنازة أو يسير معها إلى أن يصلى عليها، ومن حين يصلى عليها إلى أن تدفن، فكلا الصورتين تسمى تشييعاً. قال: وقد سبق فضل التشييع. نعم، سبق ذكر الأحاديث الدالة على فضل تشييع الميت في كتاب عيادة المريض، في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه حين قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز. اتباع الجنائز هو التشييع الذي ذكرناه. وأيضاً في الحديث الذي يليه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5، وذكر منها اتباع الجنائز. هذا معنى قوله وقد سبق. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: أصغرهما مثل أحد. وفي رواية للنسائي بإسناد صحيح: كل واحد منهما أعظم من أحد. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه بيان فضل شهود الجنازة إلى أن يصلي عليها الناس. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يفعل ذلك، من يشيع الجنازة إلى أن يصلي عليها الناس، أن له قيراطاً من الأجر، وأن من يشيع الجنازة بعد الصلاة إلى أن تدفن يكون له قيراطان. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، لأن الأجر على قدر النصب، فالذي يكون عمله أكثر يكون أجره أكثر.
وفي الحديث بيان استحباب تشييع الجنازة وحضور دفنها، لما في ذلك من الدعاء للميت، ولما في ذلك أيضاً من تطيب خاطر أقارب الميت. وفي الحديث فائدة أخرى أصولية، وهي أن أمور الشهادة ليست كأمور الغيب، فلا يصح إلحاقها بها بطريق القياس، فلا يقاس شيء من عالم الشهادة على شيء من عالم الغيب، ولا شيء من أمور الدنيا على شيء من أمور الآخرة. فإنه هنا ذكر القيراط والقيراطين، والقيراط عند الناس وزن يسير جدا، قيل هو جزء من 24 جزءا من الدينار، فهو في الميزان يسير، لكنه في علم الغيب وهو الأجر الذي يحصل للمسلم أكبر من جبل أحد. فمن هذا يعرف أنه لا يجوز قياس أمور الدنيا على أمور الآخرة، ولا أمور الشهادة على أمور الغيب. ولذا أخطأ بعض الفقهاء في بعض الأقيسة، كقول بعضهم يجوز أن يصلي المسلم وأمامه نار، قياسا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف وأمامه النار، يعني نار الآخرة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم حين صلى الكسوف أراه الله في صلاته الجنة وأراه النار، فلما رأى النار رجع القهقرى عليه الصلاة والسلام، يعني رجع إلى الخلف قليلا لهول ما رأى. فقال بعض الفقهاء يقاس على ذلك نار الدنيا ويجوز الصلاة والنار أمامه، وهذا الاستدلال لا يصح لوضوح الفارق، والفرق قادح من قوادح القياس. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. هذا الحديث كسابقه في الدلالة على استحباب تشييع الميت إلى أن يصلى عليه، واستحباب تشييع الميت إلى أن يدفن، لكن المستحب والمشروع إنما هو اتباع جنازة المسلم، لقوله هنا: من اتبع جنازة مسلم، فأما الكافر فلا. وشيء آخر، وهو أن يكون اتباعه للجنازة أن يكون إيماناً واحتساباً، إيماناً بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيماناً بما وعد به من الأجر على هذا العمل، أي عنده يقين أن الله يثيبه إن شاء الله على هذا العمل، وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الثواب أنه صدق وحق. وقوله احتساباً يعني رغبة في الأجر، لا رياء ولا سمعة ولا مجاملة لأهل الميت، يخرج يقول مجاملة وليس ابتغاء الأجر من الله، لا، لا بد من تصحيح النية، هذه قربة وعبادة لا بد لها من شرط العبادة، وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى حتى ينال هذا الأجر العظيم، وهو القيراط الذي مثل جبل أحد. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز. أم عطية نسيبة بنت الحارث الأنصارية، صحابية الجليلة، غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وكانت من فقهاء الصحابة كما ذكر الذهبي رحمه الله، وتوفيت نحو 70 للهجرة. تقول: نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا أي نحن معاشر النساء عن اتباع الجنائز، تشييع الجنازة نهيت عنه النساء، ولم يعزم علينا،
تقول: ولم يعزم علينا. فسره المصنف هنا رحمه الله بمعنى لم يشدد في النهي علينا كما شدد في المحرمات، فيكون قولها ولم يعزم علينا قرينة لفظية صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة، وبه عمل كثير من الفقهاء كالشافعية والحنابلة. وقال بعضهم بالتحريم أنه يحرم على المرأة أن تشيع الجنازة، وأجابوا عن قول أم عطية ولم يعزم علينا، قالوا أن هذا قالته أم عطية رضي الله عنها تفقها واجتهادا، لأنها كانت من فقهاء الصحابة، وليس شيئا مرفوعا ولا تحكي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قيل. والخلاف في المسألة قوي، ومن الفقهاء من جوز للمرأة الكبيرة السن أن تحضر الجنازة، وللشابة إذا كانت قريبة للميت يعني شدت علاقتها بالميت كأن يكون ابنا لها أو أبا أو أخا أو زوجا، وأمنت فتنتها، فأما إذا لم تؤمن فتنتها فيحرم، هكذا قال المالكية رحمهم الله جميعا. ونكتفي بهذا القدر من رياض الصالحين، ونشرع الآن في قراءة كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام شمس الدين البعلي رحمه الله. وكنا قد بلغنا قول المؤلف رحمه الله: فصل. ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر، في صفحة 294 من المجلد الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر عند الجمهور. وقال ابن جرير: ينعقد، وأومأ إليه أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواد الأعظم، وقوله: الشيطان مع الواحد. ولنا أن العصمة تثبت لمجموع الأمة وليسوا كل الأمة، ولا يقال قد يطلق اسم الكل على الأكثر لأنه مجاز، ولا يجوز التخصيص بالتحكم. وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين، كقوله تعالى: وأكثرهم لا يعقلون، وقوله: وقليل من عبادي الشكور، وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. دليل ثان: إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد، فانفرد ابن عباس رضي الله عنه بخمس مسائل من الفرائض، وانفرد ابن مسعود رضي الله عنه بمثلها. لا يقال فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة، وإنما الربا في النسيئة، وأنكرت عائشة على زيد بن أرقم مسألة العينة، لأنهم إنما أنكروا عليهم مخالفتهم السنة المشهورة والأدلة الظاهرة. أحسنت. هذا الفصل معقود لمسألة واحدة، وهي أن الإجماع هل ينعقد باتفاق الكثرة مع مخالفة القلة؟ يعني إذا ذهب معظم علماء العصر إلى قول وخالفهم قلة قليلة كالواحد والاثنين والثلاثة، فهل يعتبر قول الأكثرين إجماعاً؟ مسألة وقع فيها النزاع، والمسألة كما صورناها هي مفروضة في اتفاق الكثرة مع مخالفة القلة، ويلزم منه أنه لو اتفق الكثرة ولم يعلموا بقول القلة الذين ما حضروا معهم أنه يكون حجة من باب أولى عند من يقول بأن قول الأكثرين حجة وإجماع.
وأما الجمهور فعلى المنع في الصورتين. إذن عندنا صورتان للمسألة: أن يتفق الكثرة ويصرح القلة بالخلاف، وأن يتفق الكثرة ويغيب قلة عنهم ولا يعرفون رأيهم. قال: ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر عند الجمهور. نعم، الأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، فجمهور العلماء لا يصح عندهم إجماع مع مخالفة بعض المجتهدين ولو كانوا قلة قليلة، فلا إجماع عندهم إلا باتفاق جميع العلماء المجتهدين. هذا المذهب الأول. ثم ذكر المذهب الثاني بقوله: وقال ابن جرير ينعقد، وأومى إليه أحمد. هذا المذهب الثاني، وهو مذهب ابن جرير الطبري رحمه الله، الإمام المفسر المشهور المتوفى سنة 310 للهجرة، وبعض الأصوليين يحكيه عنه بإطلاق أنه خالف في المسألة مطلقا، بمعنى أنه ينعقد الإجماع من الكثرة ولو خالف القلة مهما بلغوا في القلة. وبعضهم يحكي أن مذهبه أنه إذا كان الأقل الذين خالفوا إذا كانوا قد بلغوا التواتر فإنه يعتد بخلافهم ولا ينعقد الإجماع للكثرة ولا يقدح، وأما إذا لم يبلغوا عدد التواتر فلا، بل يكون قول الأكثرين إجماعاً وحجة. قال: ينعقد. هذا هو المذهب الثاني، مذهب ابن جرير الطبري، ووافقه بعض الحنفية كأبي بكر الرازي الجصاص، وبعض المالكية كابن خويزمنداد، وبعض الشافعية كأبي محمد الجويني، وبعض الحنابلة كابن حمدان، وبعض المتكلمين. هذا هم القائلون بالمذهب الثاني، وهو انعقاد الإجماع بقول الأكثرين مع مخالفة القلة. لكن قيل إنه إذا كان إجماعا مع مخالفة القلة على المذهب الثاني أنه يكون إجماعا ظنيا لا قطعيا، وذلك لوجود احتمال أن هؤلاء الذين خالفوا أنهم هم على صواب، واحتمال أن القلة الذين ما حضروا أنهم يخالفون هؤلاء الكثرة، فلوجود الاحتمال ينزل الإجماع من رتبة القطعية إلى رتبة الظنية. قال: وأومأ إليه أحمد. نعم، أومأ الإمام أحمد إلى هذا المذهب الثاني في رواية ابن القاسم والميموني، لكن هذه الرواية عن أحمد رواية مرجوحة في المذهب، والصحيح عنه وعن الحنابلة هو موافقة الجمهور، أي عدم صحة الإجماع باتفاق الكثرة مع مخالفة القلة. ثم شرع المصنف رحمه الله يستدل لأصحاب المذهب الثاني، فقال: لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواد الأعظم، وقوله: الشيطان مع الواحد، أو كما ورد. فعليكم بالسواد الأعظم، على هنا تفيد الوجوب، فحينئذ يفيد الحديث وجوب اعتبار قول الأكثرين، لأن الأكثرين هم السواد الأعظم. وفي الحديث الثاني قال: الشيطان مع الواحد، فدل على أن القلة التي خالفت أنهم قد شذوا عن الجماعة، فلا يحل لهم المخالفة، ولا يجوز لهم الإعراض عن قول الأكثرين، فيجب عليهم أن يرجعوا إلى قول الكثرة. فيفيد الحديثان أن قول الكثرة حجة. ثم قال: ولنا شروع في الاستدلال أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور، القائلون بأن اتفاق الكثرة ليس إجماعا. قال: أن العصمة تثبت لمجموع الأمة وليس كل الأمة. هذا الدليل الأول ولم ينتهي منه بعد. قال: أن العصمة تثبت لمجموع الأمة،
يعني أن النصوص التي دلت على أن الإجماع معصوم من الخطأ إنما أفادت العصمة لقول الكل، كل العلماء وليس الكثرة، بدليل قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا عام في الكل. وفي الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا العصمة تثبت لكل العلماء الأمة وكل علماء العلماء المؤمنين وليس للأكثرية، ولهذا قال: وليسوا كل الأمة. الضمير في وليسوا يرجع إلى الأكثرين، يعني ليس الأكثرون هم كل الأمة وإنما هم معظم الأمة. قال: ولا يقال. هذا شروع في جواب اعتراض مقدر، وتقدير الاعتراض من قبل المخالف أن اللفظ الدال على الكل يصح إطلاقه على الأكثر، يصح في اللغة أن يطلق على الكثرة. فالآية والحديث من هذا الباب، وإطلاق العام في أكثر أفراده سائغ ووارد في الكتاب والسنة وكلام الناس، كما تقول مثلا: حضر الطلاب، مع أن بعضهم قد غاب، فإن العبارة صحيحة. لو قلت حضر الطلاب وقد غاب واحد واثنان، العبارة صحيحة، وحينئذ إطلاق الكل على الأكثرين سائغ، فنحمل الآية والحديث على هذا المعنى. فأجاب عنه المؤلف رحمه الله فقال: ولا يقال قد يطلق اسم الكل على الأكثر، لأنه مجاز ولا يجوز التخصيص بالتحكم. يعني يقول: هذا إطلاق الكل على البعض على الكثرة هذا من قبيل المجاز. نعم هو صحيح في اللغة، لكنه من قبيل المجاز، والكلام يجب حمله على حقيقته إلا إذا تعذر الحمل على الحقيقة، فإنه يحمل حينئذ على المجاز. ولا يوجد هنا دليل يمنعنا من الحمل على الكل حتى نصرفه إلى الكثرة، ولهذا قال: ولا يجوز التخصيص بالتحكم. لا يجوز أن نحمل اللفظ العام في كلمة المؤمنين وكلمة أمتي على خصوص بعض المؤمنين وعلى بعض أمتي، لأن هذا تخصيص بلا مخصص صحيح، فيكون تحكماً، أي كالقول بلا دليل. ثم قال: وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين، كقوله تعالى: وأكثرهم لا يعقلون، وقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور الشكور وقليل من عبادي الشكور، وقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والمعنى أن النصوص دلت على مدح القلة في بعض المواضع، فكيف إذن يقال لا يعتبر بقول القلة هنا ويجب رجوعهم لقول الكثرة؟ وإلى هنا انتهى الدليل الأول. ثم شرع في الثاني فقال: دليل ثان: إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد، يعني للقلة، يقصد بالآحاد هنا القلة. فانفرد ابن عباس بخمس مسائل من الفرائض، وانفرد ابن مسعود بمثلها. يعني يقول: دليلنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرون من يخالفهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان المخالف قلة قليلة، بل لو حتى لو كان المخالف فردا واحدا. فابن عباس رضي الله عنهما انفرد بخمس مسائل من المواريث لم يوافقه عليها عامة الصحابة، كقوله بأنه لا عول في المسائل، وأن الأم تحجب
حجب نقصان بثلاثة من الأخوة وليس بأخوين، إلى غير ذلك من المسائل التي انفرد بها ابن عباس رضي الله عنهما، ومثله ابن مسعود في أربع أو خمس مسائل، ولم ينكر عليه الصحابة. فلو كان اتفاق الكثرة، لو كان إجماعا، لأنكروا على ابن عباس وعلى ابن مسعود رضي الله عنهما وقالوا كيف تخالفون الإجماع، لكنهم ما أنكروا عليهما، فدل على ما قلنا. ثم قال لا يقال، هذا اعتراض من قبل المخالف على الدليل الثاني للجمهور. لا يقال فقد أنكروا، أي الصحابة، على ابن عباس القول بالمتعة، وإنما الربا في النسيئة، وأنكرت عائشة على زيد بن أرقم مسألة العينة. يعني هذا اعتراض من قبل المخالف، يقولون للجمهور كيف تقولون إن الصحابة رضي الله عنهم ما أنكروا مخالفة القلة للكثرة، مع أننا وجدنا شواهد على إنكارهم. فابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بنكاح المتعة، وأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم لما خالف الكثرة، وأنكروا عليه مسألة ثانية وهو قوله بإباحة ربا الفضل، حيث قال إنما الربا في النسيئة، فأنكروا عليه ذلك. وعائشة رضي الله عنها أنكرت على زيد بن أرقم رضي الله عنه مسألة العينة، فأجاب المصنف رحمه الله عن هذا الاعتراض بقوله لأنهم، يعني لا يقال بهذا لأنهم إنما أنكروا عليهم مخالفتهم السنة المشهورة والأدلة الظاهرة. يعني أن إنكار الصحابة رضي الله عنهم في هذه الصور الثلاث وغيرها مما يشبهها، إنما كان لمخالفتهم الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دلالته صريحة لا تحتمل التأويل، حينئذ يقع الإنكار. ومسألتنا ليست كذلك، مسألتنا في مسألة اجتهادية يختلف فيها علماء الأمة، فالأكثرون يذهبون إلى قول اجتهادا، والقلة القليلة يخالفونهم اجتهادا، فيكون اجتهادا سائغا. إذن كلامنا في مسألة يذهب فيها الكثرة الأكثر من المجتهدين إلى قول ويخالفهم القلة، ويكون الخلاف سائغا من الفريقين في المسألة. طبعا الحديث يعني التي وقع المخالفة فيها في مسألة إباحة ربا الفضل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل، إلى أن قال والتمر بالتمر مثلا بمثل والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الحديث فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وهذا صريح في ربا الفضل. وأما مخالفة نكاح المتعة فهي الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في آخر الأمرين عن نكاح المتعة، فيكون ناسخا للإباحة السابقة. وأما العينة فمخالفة زيد بن أرقم حين تبايع مع امرأة بالعينة، فأنكرت عليه عائشة لثبوت السنة في تحريم العينة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه أحد حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقال مالك هو حجة، لأنها معدن العلم ومنزل لأنها معدن العلم
ومنزل الوحي، وبها أولاد الصحابة، فيستحيل اتفاقهم على خلاف الحق. ولنا أن العصمة تثبت لمجموع الأمة وليس أهل المدينة كل الأمة. وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين كعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ، فلا ينعقد الإجماع بدونهم، ودعوى استحالة خروج الحق عنهم تحكم. أحسنت. قال: فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لمسألة واحدة، وهي في الخلاف، خلاف علماء الأصول في حجية إجماع أهل المدينة. هل اتفاق أهل المدينة النبوية يكون إجماعاً وحجة أو لا؟ والمراد بإجماع أهل المدينة أي اتفاق العلماء من أهل المدينة النبوية في عهد الصحابة والتابعين، وقيل وأتباع التابعين رحمهم الله ورضي الله عنهم. لكن بعض العلماء أخرج من هذا التفسير الإجماع القديم، عمل أهل المدينة القديم الذي كان قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، لأنهم وجدوا بالاستقراء أن كل عمل من إجماع أهل المدينة القديم لا يخالف سنة مرفوعة فيكون حجة، وبذلك صرحت المذاهب. فمسألة إجماع أهل المدينة هل هو إجماع وحجة أو لا؟ قبل الدخول في الخلاف لا بد من تحرير محل النزاع، لأن من إجماع أهل المدينة ما هو حق وحجة، ومنه ما هو محل خلاف. فاتفاق أهل المدينة إن كان في نقل الأعيان مثل الصاع والمد، الأعيان يعني الأشياء الحسية المحسوسة الذوات، كنقلهم الصاع يعني قولهم هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في نقل الأعيان أو في تعيين مكان كموضع البقيع وموضع المنبر وموضع قبره صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكون حجة باتفاق العلماء. أو كان في نقل شيء عملي يفعله الناس على الدوام مثل ترك أخذ الزكاة من الخضروات، فقد تركه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده وجرى عليه العمل، يعني عمل أهل المدينة، فهذا حجة باتفاق العلماء، لأنه حينئذ يجري مجرى الرواية، يجري مجرى الرواية بل الحديث المتواتر لكثرة النقلة فيه. وأما إن كان عمل أهل المدينة عن اجتهاد واستنباط مثل عدم ثبوت خيار البيع فإنه عن استنباط واجتهاد من الإمام مالك رحمه الله، فإن هذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين علماء الأصول. فقال المؤلف رحمه الله: وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، ليس بحجة يعني ليس إجماعا يحتج به، يتأول على هذا التأويل، لأن بعضهم يفرق بين كلمة حجة وبين كلمة إجماع، فقد يكون الشيء إجماعا وحجة، وقد يكون حجة لا إجماع، لا إجماعا. لكن يؤول قوله هنا ليس بحجة أي ليس إجماعا يحتج به، وإنما قلنا بهذا التأويل لكلام المصنف رحمه الله لأن هذا المحكي عنهم المذهب يقولون بذلك، يعني هذا هو مذهبه، يعني أصحاب المذهب الأول لا يرونه إجماعا، فيحمل قوله ليس بحجة على مذهبهم. وهذا المذهب الأول هو قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة ومالكية العراق، ووافقهم أيضا أبو الوليد الباجي من مالكية الأندلس، هذا هو المذهب الأول. فقوله في رأس المسألة وإجماع، الإجماع هنا بمعناه اللغوي لا بمعناه الاصطلاحي، يعني واتفاق، واتفاق أهل المدينة، إذ لا يمكن حمله على الإجماع الاصطلاحي لأنه لا يرى حجيته. قال: وقال مالك هو حجة، هذا المذهب الثاني. فذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وأكثر أصحابه
إلى أن إجماع أهل المدينة حجة، ثم شرع في دليلهم فقال: لأنها، أي المدينة النبوية، معدن العلم. معدن العلم، المقصود بالمعدن هنا أي موضع الشيء ومركزه، لأن العلم انبثق من المدينة ثم صار في الآفاق، فمنبعه ومركزه المدينة النبوية، لأنها محل الوحي، موطن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. قال: لأنها معدن العلم ومنزل الوحي، وبها أولاد الصحابة، يعني بها عاش أولاد الصحابة الذين ورثوا العلم عمن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مقتدون بآبائهم. قال: فيستحيل اتفاقهم على خلاف الحق، يعني فيستحيل، أي عادة يستحيل في العادة أن يتفقوا، والحالة هذه على خلاف الحق. ثم قال: ولنا، هذا شروع في أدلة الجمهور، وذكر لهم دليلين. فقال: ولنا أن العصمة تثبت لمجموع الأمة وليس أهل المدينة كل الأمة. يقول أن العصمة للإجماع بمقتضى أدلة حجية الإجماع إنما تثبت لإجماع كل المجتهدين، كل علماء الأمة، لقوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي العلماء المؤمنين وعلماء أمتي. فالعصمة تثبت لكل العلماء، وأهل المدينة ليسوا كل العلماء، وإنما هم بعض علماء الأمة، فلا يثبت لإجماعهم عصمة، فلا يكون حجة. قال: وقد خرج من المدينة، هذا شروع في الدليل الثاني للمذهب الجمهور. وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين، يعني من الباقين فيها، كعلي خرج إلى الكوفة رضي الله عنه، وابن مسعود رضي الله عنه خرج إلى الكوفة أيضا، وابن عباس رضي الله عنهما خرج إلى الطائف، ومعاذ رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلا ينعقد الإجماع بدونهم. يقول أن كثيرا من العلماء، علماء الصحابة، خرجوا من المدينة، بل كثير ممن خرجهم أعلم من كثير ممن بقي في المدينة، كما مثل هنا بعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ رضي الله عنهم، وكذلك أبو الدرداء خرج إلى الشام، وابن عمر خرج إلى مكة، وعبد الله بن عمرو بن العاص خرج إلى مصر، وأنس خرج إلى البصرة، وعمران بن حسين خرج إلى البصرة أيضا، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. وحينئذ فكيف ينعقد الإجماع بدون هؤلاء الذين خرجوا منها؟ ثم قال: ودعوى استحالة خروج الحق عنهم تحكم. هذا مناقشة من قبل الجمهور المانعين من حجية إجماع أهل المدينة على أصحاب المذهب الثاني القائلين بالحجية. فقالوا: ودعوى استحالة خروج الحق عنهم تحكم، يعني القول بأن الحق دائما يكون في أهل المدينة فلا يكون في غيرهم، عندما يتفقون على قول فإنه تحكم، أي قول بلا دليل، دعوى بلا دليل، لأن كلمة التحكم في كتب الأصول الغالب يطلقونها على القول بلا دليل، أو على الترجيح بلا مرجح، إما الترجيح بين دليلين أو بين مذهبين أو بين معنيين في حمل اللفظ، هذا كله يسمى تحكما في كلام علماء الأصول. من ثمرات الخلاف الأصولي مسألة التكبير في أول الأذان، هل يكون تربيعا أو تثنية؟ هل يكون 4 مرات أو 3 أو مرتين؟ فذهب الجمهور إلى التربيع، وذهب مالك رحمه الله إلى التثنية عملا بعمل أهل المدينة. ومن ذلك أيضا لفظ قد قامت الصلاة في الإقامة، هل تثنى في الإقامة أو تفرد؟
فقال الجمهور بالتثنية عملا بالأحاديث في هذه المسألة والتي قبلها، عملا بالأحاديث الواردة في ذلك. وقال مالك بالإفراد، لأن عمل أهل المدينة كان كذلك، كانوا يفردون الإقامة، يعني قد قامت الصلاة. ومنها إمامة القاعد للقائم، هل تصح؟ الإمام يكون جالسا والمأمومون يكونون قائمين، فهل تصح؟ فذهب الجمهور إلى صحة إمامة القاعد للقائم على يعني في الجملة، وإلا فلهم تفصيلات. وذهب مالك رحمه الله إلى أنها لا تصح في المشهور عنه، وأن عليهم إعادة الصلاة لأنه يخالف عمل أهل المدينة، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع لما ذكرناه، وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، والصحيح أن ذلك ليس بإجماع. وكلام الإمام أحمد في إحدى الروايتين يدل على أنه حجة، ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعا. أحسنت. قال: فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لمسألة واحدة، وهي أن اتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم هل يكون إجماعا، هل يكون إجماعا أو لا يكون. هذا فيه خلاف بين علماء الأصول. وصورة المسألة أن يتفق الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على قول ويخالفهم غيرهم، هذا صورة المسألة. وأما إذا اتفق الأربعة على قول ولا يعرف لغيرهم مخالف فإنه ليس مسألتنا، بل يكون إجماعا سكوتيا، فيكون مسألة غير مسألتنا، مثل جلد القاذف إذا كان عبدا أنه يجلد 40 جلدة وليس 8، فإن هذا قال به الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف، فحينئذ لا يكون مسألتنا، وإنما يكون من باب الإجماع السكوتي. فمثال المسألة والله أعلم مسألة رفع اليدين عند الخفض من الركوع وعند الرفع منه، فقد قال ابن مسعود لا يشرع رفع اليدين في هاتين الصورتين، وخالفه في ذلك عامة الصحابة ومنهم الخلفاء الأربعة والله أعلم. فقال المصنف رحمه الله: واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وهذا هو قول الجمهور، وهو الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي المرجحة في المذهب، الراجحة في المذهب. قال: لما ذكرناه، اللام لام التعليل، فهو بيان دليل هؤلاء وهم الجمهور. وقوله لما ذكرناه أي لما ذكرناه من الأدلة في المسألة السابقة، وهي كون هؤلاء بعض المجتهدين لا كل المجتهدين، فإن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم هم بعض علماء الأمة وليسوا كلها، والعصمة في الإجماع إنما تثبت لكل علماء الأمة لا لبعضهم. قال: وقد نقل عن أحمد إلى قوله ليس بإجماع، هذا السطر والنصف يعني ما أظنه من نص الكتاب، لأنه ليس موجودا في نسخة الأصل من هذا الكتاب، وإنما هو في نسخ ثلاث أخرى يكثر فيها الخطأ والنقل من الروضة، فالظاهر أن هذه أقحمت من الروضة وليست من أصل الكتاب، والله أعلم. ومثل هذا يتكرر. قال: وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، هذا من المؤلف بيان لرواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي أن اتفاق الخلفاء الأربعة يعتبر إجماعا وحجة. ودليل هذا المذهب هو قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
فيدل على أن الكل مخاطب باتباع قول الأربعة، فيكون قولهم إجماعاً وحجة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والصحيح أن ذلك ليس بإجماع. هذا بيان مختاره في المسألة، وهو أن اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعاً. ثم قال: وكلام الإمام أحمد في إحدى الروايتين، هذا كالمناقشة يعني لمذهب المخالف. يقول: كلام الإمام أحمد في إحدى الروايتين، أي في الرواية الثانية، وهي أن الإمام أحمد لا يخرج عن قول الأربعة إذا اتفقوا على قول، قال: يدل على أنه حجة، ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعا. هذا الجواب. يعني الرواية الثانية عن الإمام أحمد التي تشعر بأنه يرى أن اتفاق الخلفاء الأربعة أنه إجماع، قال: لا، لا يدل على أنه إجماع، وإنما يدل على أن الإمام أحمد يحتج بالقول بقول الخلفاء الأربعة، فيكون قول الأربعة عنده حجة، ولا يلزم من كون الشيء حجة أن يكون إجماعا، وإنما كلامنا في هذه المسألة في كونه إجماعا. وحينئذ يقال: ما ثمرة النزاع إذن؟ يعني إذا قال قائل: طيب، ليكن إجماع حجة، فما الفرق بين أن تقول اتفاق الأربعة حجة وبين أن تقول اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع؟ فنقول: الفرق أننا إذا قلنا إن اتفاق الأربعة أنه إجماع لم يجز لغيرهم من الصحابة ولا غيرهم أن يخالفه، لأن الإجماع تحرم مخالفته. وأما إذا قلنا إن اتفاق الأربعة حجة وليس إجماعا، فإنه يجوز لغير الأربعة مخالفته بدليل آخر من الأدلة، فيعارض قولهم بدليل آخر، فيكون خلافا باجتهاد، وهذا حينئذ يكون قول الأربعة كسائر الحجج التي يحتج بها، تعارض بغيرها. لعل الراجح في المسألة والله أعلم أن يقال إن قول الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، لكنه حجة في نفسه، هو حجة من الحجج. وفي هذا الترجيح جمع بين الأدلة، وعمل بحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ويقوي هذا الاستقراء الذي ذكره بعضه، فإنهم وجدوا أن الأربعة لا يتفقون على قول ثم يكون قولهم مخالفا لسنة مرفوعة، والله أعلم. فالأقرب هذا القول، والله سبحانه وتعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: مسألة. ظاهر كلام أحمد أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، وهو قول بعض الشافعية، وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرط، وهو قول الجمهور، واختاره أبو الخطاب، لأن دليل الإجماع الآية والخبر، وذلك لا يوجب انقراض العصر، ولأن حقيقة الإجماع الاتفاق، وقد وجد، والحجة في اتفاقهم لا في موتهم، ولأن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس وغيره، ولأن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع لجواز مخالفة التابعي مع بقاء أحد الصحابة، وكذا تابع التابعي مع التابعي. ووجه الأول أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر وخالفه علي بعد موته، ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك، ولأن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد منهما، فلو رجعوا إلى قول واحد صارت المسألة إجماعا، ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك، لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين، وقد أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة وإمامة أبي بكر بعد الاختلاف. أحسنت.
قال رحمه الله مسألة، هذه المسألة هي في بيان الخلاف في اشتراط انقراض عصر المجمعين، يعني هل من شرط الإجماع المحتج به الصحيح أن ينقرض عصر المجمعين، بمعنى أن يموت كل الذين أجمعوا في المسألة فلا يبقى منهم واحد، أن يموت كل هؤلاء الذين أجمعوا في المسألة وهم باقون مصرون على أقوالهم على قولهم لم يغيروه، يستمروا على هذا القول فلا يغيرونه إلى أن يتوفاهم الله جميعا، هذا معنى انقراض عصر المجمعين. فهل يشترط ذلك أو أن الإجماع ينعقد بمجرد اتفاقهم، أي في اللحظة التي اتفق فيها العلماء صار إجماعا وحجة عليهم وعلى غيرهم فلا ننظر إليهم بعد ذلك هل انقرضوا أو لم ينقرضوا، ولا يصح لهم المخالفة بعد ذلك؟ فقال رحمه الله ظاهر كلام أحمد أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع، وهو قول بعض الشافعية، هذا المذهب الأول. يقول ظاهر كلام أحمد في رواية ابنه عبد الله أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع. نعم الأمر كما ظهر كما ذكر المؤلف، هذه الرواية عن أحمد رحمه الله هي أظهر الروايتين، أظهر الروايتين عنه، وعمل بها أكثر أصحابه. ثم قال وهو قول بعض الشافعية، منهم ابن فورك ومنهم سليم الرازي، وهو أيضا قول لبعض المعتزلة، وقلنا قبل ذلك أنه قول أكثر الحنابلة. فهذا هو المذهب الأول، أن انقراض عصر المجمعين شرط في انعقاد الإجماع. ثم قال وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرط، وهو قول الجمهور واختاره أبو الخطاب. هذا المذهب الثاني، وهو رواية مومأ إليها، رواية عن أحمد لكنها رواية ضعيفة، أومأ إليه أحمد إلى ذلك، إلى أن الانقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع، فينعقد الإجماع بمجرد الاتفاق ويصير بمجرد اتفاقهم حجة يحتج بها عليهم ويحتج بها من بعدهم. قال وهو قول الجمهور، نعم هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، واختاره من الحنابلة أبو الخطاب الكلوذاني والطوفي وابن قاضي الجبل، وأبو الخطاب كما قلنا هنا خلافا لشيخه أبي يعلى، فإن أبا يعلى على المذهب الأول. هذا الخلاف في المسألة وبقيت الأدلة فيها. فقال لأن هذا شروع في أدلة المذهب الثاني، وهم الجمهور القائلون بأنه لا يشترط انقراض عصر المجمعين. قال لأن دليل الإجماع الآية والخبر، وذلك لا يوجب انقراض العصر، هذا الدليل الأول. يقول الدليل الذي دل على حجية الإجماع هو قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية، والخبر أي الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تذكر انقراض العصر، فإن انقراض العصر لو كان شرطاً في الإجماع لذكر في النصوص الدالة على حجيته، لكننا لم نجد في النصوص هذا الشرط فيجب عدم القول به. قال ولأن حقيقة الإجماع الاتفاق، وقد وجد أي الاتفاق، والحجة في اتفاقهم لا في موتهم. يقول حقيقة الإجماع هو أن يتفق علماء العصر، والذي حصل في مسألتنا أنهم اتفقوا، فحينئذ الحجة قد حصلت لأنها الحجة في اتفاقهم وليس في موتهم، لأن موتهم خارج
عن حقيقة الإجماع، هذا الدليل الثاني. ثم قال: ولأن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة رضي الله عنهم كأنس وغيره، هذا الدليل الثالث. يقول: رأينا أن التابعين رحمهم الله يحتجون بإجماع الصحابة في آخر عصرهم ولا ينكر عليهم أحد، لا منهم ولا من الصحابة الأحياء. فأنس رضي الله عنه توفي سنة 93 للهجرة، وقيل غير ذلك. وعامر بن واثلة الليثي، لأنه قال هنا كأنس وغيره، فيقال ومن غيره، فنقول مثل عامر بن واثلة رضي الله عنه، فإنه توفي سنة 110 للهجرة، وواثل بن الأسقع توفي سنة 85، والسائب بن يزيد سنة 91، وسهل بن سعد الساعدي توفي سنة 91، وعبد الله ابن أبي أوفى توفي سنة 86، وعبد الله بن بسر المازني توفي سنة 88 للهجرة، على اختلاف في هذه التواريخ. فالمقصود أن التابعين رحمهم الله كانوا يستدلون بإجماع الصحابة، مع أن عصر الصحابة ما انقرض، بل بقي بعضهم حياً وما أنكروا عليه. فمثلاً لما اختلفوا في تفسير الجهالة في قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون، قال قتادة رحمه الله وهو من التابعين، قال: اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل معصية فهي بجهالة، عمدا كانت أو جهلا. وكذلك قال مثله أبو العالية وهو من التابعين أيضا، وقتادة توفي سنة 118 وأبو العالية توفي سنة 93. وفي مسألة ما ينكح العبد من النساء، قال الحكم بن عتيبة رحمه الله وهو من التابعين: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين، مع أن المسألة خلافية، والحكم هذا من التابعين، وتوفي سنة 115 هجرية. وأيضا لما اختلفوا في السهمين في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فاختلفوا في مصرف السهمين، فقال الحسن بن محمد بن الحنفية رحمه الله: اجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله. فإذا نلاحظ أن هناك عدة شواهد تدل على أن التابعين كانوا يستدلون بالإجماع في عصر الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير، فدل على أن الإجماع ينعقد بمجرد اتفاقهم لا بموت جميعهم. قال: ولأن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع، هذا الدليل الرابع للجمهور. قال: ولأن هذا يشير إلى مذهب المخالف، يعني ولأن هذا الشرط الذي تشترطونه وهو انقراض عصر المجمعين يفضي إلى تعذر الإجماع، يعني إلى استحالته في العادة. لماذا؟ قال: لجواز مخالفة التابعي مع بقاء أحد الصحابة، وكذا تابع التابعي مع التابعي. لماذا؟ لأن العصور تكون متلاحقة، فلا يموت عصر ثم بعد موت آخرهم ينشأ عصر جديد، ما يحصل هذا في العادة. كل عصر يوجد من أبنائه من يدرك بعض أبناء العصر الأول، فالتابعون أدركوا الصحابة، أدركوا بعضهم رضي الله عنهم، وأتباع التابعين أدركوا بعض التابعين، وهكذا. فلو قلنا إنه لا ينعقد إجماع إلا بعد موت جميع المجمعين، طيب لن يموت آخر واحد من الصحابة رضي الله عنهم حتى يوجد
معهم من هو مجتهد من التابعين، فلا بد حينئذ أن نعرف قوله في المسألة. وإذا عرفنا قوله ووافق، لو قلنا وافق الصحابة على ذلك القول، فنقول ننتظر. طيب ننتظر إلى متى؟ إلى أن يموت جميع التابعين. طيب إذا مات جميع التابعين يكون في ذلك الوقت قد نشأ مجتهدون من أتباع التابعين، فلا بد من اعتبار قوله، لأن الإجماع لم ينعقد بعد على قول المخالف. فحينئذ نقول ننتظر إلى أن، وهكذا كل عصر كالذي يليه إلى آخر الزمان، فيبقى الناس إلى آخر الزمان ولم ينعقد إجماع واحد. وهل هذا يصح؟ هذا لا يصح، ولا يصح أن تحمل أدلة حجية الإجماع على دليل محال، على دليل يستحيل وقوعه في الواقع، لأن هذا لا يجوز في تفسير النصوص الشرعية. ما دام أن النصوص دلت على حجية إجماع العلماء فلا بد أنه إجماع متصور واقع، وليس إجماعا محالا لا يقع إلا في آخر الزمان. قال: ووجه الأول، هذا شروع في أدلة الحنابلة على اشتراط انقراض المجمعين. قال: أن أم الولد هي الأمة التي استولدها سيدها، يعني أمة ولدت لسيدها، فهذه الأمة ليست كباقي الإماء، لأن الأمة إذا لم تلد لسيدها تبقى أمة، يجوز بيعها وهيبتها ورهنها وغير ذلك. وأما الأمة التي ولدت لسيدها فهذه تصير حرة بعد موت سيدها، فلهذا وقع فيها نزاع قديم بين العلماء، هل يجوز لسيدها بيعها لأنها ملكه، أو لا يجوز بيعها لأن مآلها إلى الحرية ولا يجوز بيع الحرائر. فقال: أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، يعني في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم أعتقهن عمر، يعني ثم قال عمر ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهن يعتقن بموت السيد، وحينئذ لا يجوز للسيد بيعهن. قال: وخالفه علي بعد موته، أي أن عليا رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أنه خالف عمر رضي الله عنه في هذه المسألة بعد موت عمر. قالوا: ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك. يقولون مسألة أم الولد اختلف فيها الصحابة وأجمعوا، يعني نظروا فيها ثم أجمعوا في عهد عمر رضي الله عنه، أجمعوا على أنه لا يجوز للسيد أن يبيع أم ولده. بعد موت عمر أعاد علي رضي الله عنه الذي كان موافقا للصحابة في عهد عمر، أعاد النظر في المسألة. وتعرفون أن العلماء يعيدون النظر في الأدلة فقد يغيرون أقوالهم، فعاد رضي الله عنه النظر في المسألة فرأى جواز بيعهم، فدل هذا على أنه لم ينعقد الإجماع بمجرد الاتفاق، بل لا بد من موت المجمعين. فإن الإجماع لو كان ينعقد بمجرد الاتفاق ما جاز لعلي رضي الله عنه أن يخالف إجماع الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه. قال: ولأن الصحابة إذا اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد منهما، فلو رجعوا إلى قول واحد صارت المسألة إجماعا. هذا الدليل الثاني ولم ينتهي بعد. يقول: لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا على قولين فإن هذا الاختلاف يتضمن إجماعا، يتضمن إجماعا على تسويغ الخلاف، يعني كأنهم يقولون نحن وإن اختلفنا على قولين لكننا مجمعون على جواز الأخذ بكل واحد من القولين. قال: فلو رجعوا، يعني لو قلنا إنهم رجعوا إلى أحد القولين
فأجمعوا على أحد القولين وتركوا القول الآخر، أي الصحابة بأنفسهم رضي الله عنهم، فإنه يكون إجماعاً ثانياً على وجوب العمل بالقول المجمع عليه وعلى ترك العمل بالقول الآخر. قال: ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك، لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماع. يعني لو لم نقل باشتراط انقراض العصر لأدى إلى محذور، وهو خطأ الإجماعي وتعارض الإجماعي، أو يكون أحد الإجماعين ناسخا للإجماع الآخر، وهذا لا يجوز. وحينئذ لا بد أن نقول ماذا؟ أنه لا بد من انقراض العصر، وأن الإجماع الثاني لم ينعقد بعد، لم ينعقد بعد، فننتظر إلى موت المجمعين. لأننا لو قلنا بأنه انعقد بمجرد اتفاقهم يكون هذا إجماعا ثانيا منعقدا خالف إجماعا أولا، وهذا محال، فإن الإجماعات لا تتعارض، لأن الإجماع معصوم عن الخطأ والتعارض خطأ. قال: وقد أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة وإمامة أبي بكر بعد الاختلاف. يعني هذا الذي يذكره في آخر الدليل هو شواهد على حصول إجماع الصحابة بعد اختلافهم على قولين، حتى لا يقال بأن دليلكم هذا مجرد افتراض، هو افتراضي ليس واقعا. فقال: بل هو واقع، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أول الأمر في قتال مانع الزكاة، وكان ممن يقول بتحريم قتالهم عمر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يرى وجوب قتاله، فاختلف الصحابة على فريقين ثم أجمعوا على قول الصديق رضي الله عنه وهو وجوب قتاله. وصورة ثانية وهي إمامة أبي بكر رضي الله عنه، فإن الصحابة أول الأمر اختلفوا في من يولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أجمعوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ثمرة الخلاف في هذه المسألة أنه على قول المشترطين لانقراض العصر يحرم لبعض المجتهدين الرجوع عن قولهم بالاجتهاد. يعني من يقول يجوز لبعض المجتهدين الرجوع عن قولهم بالاجتهاد، يعني إذا قلنا باشتراط انقراض العصر فإنه يجوز لهؤلاء المجمعين أو لبعضهم الرجوع عن القول الأول الذي وقع عليه الاتفاق إلى قول يخالفه بضرب من ضروب الاجتهاد. وأما على قول النافين الذين يقولون إنه لا يشترط انقراض العصر، فإنه لا يجوز لهؤلاء المجمعين ولا لبعضهم أن يرجعوا عن قولهم الذي اتفقوا عليه مع غيرهم، حينئذ يلزمهم الإجماع ويحرم عليه يحرم عليهم الخلاف. وبعض العلماء ذهب إلى مذهب وسط في المسألة، وهو مذهب كثير من الشافعية، بل قيل إنه مذهب أكثر الشافعية، وهو أن انقراض العصر شرط في الإجماع السكوتي لا في الإجماع القولي. قالوا: لضعف الإجماع السكوتي، لأنه في مرتبة دون مرتبة الإجماع القولي، ولوجود الاحتمال، أي احتمال عدم رضا بعض الساكتين، أو احتمال خوفه لهيبته من القائل. فمع تمادي الزمان ومرور الأعوام وانقراض العصر تزول كل هذه الاحتمالات، ويتأكد حينئذ أنهم موافقون في حكم المسألة. هذا والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.